حضرتك تكتب عندك كده عن حتة أرض في كفر الشيخ اتخذت بعدد من الملايين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وأول ما خلصوها الناس اللي عارفة السكك دي بيتعاركوا دلوقتي على بيعها بمئات الملايين، بيتعاركوا على البيع ب900 مليون. عايز حضرتك تكلمنا عن العمال بتوع الأوقاف اللي اتفصلوا واللي رجع منهم، اللي هم بتوع الابتدائية ومحو الأمية، شغلتهم في سينا وفي محافظات حدودية، بياخدوا كام في الشهر وعايشين ازاي؟ ولما بنطلب ان هم يرجعوا علشان يبقوا قريبين من بيوتهم بالملاليم اللي بياخدوها، حضرتك بتقول لنا بعد 3 سنين. عايز حضرتك تكلمني عن فرش المساجد اللي رجاء يعني تكلمني عن فرش المساجد اللي بيتم الاعتبارات سياسية وليست للاعتبارات الموضوعية. كلمني عن مساجد انا خدت موافقات على الفرش ليها، ولما روحت افرشها صعب عليا الفرش اللي فيها، وفي الوقت نفسه في مساجد اخرى.